يوآف جالانت نجد. تمرير قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة الإسلامية في الجيش الإسرائيلي بات يشكل خطوة محورية في المشهد السياسي والاجتماعي في إسرائيل. هذا القانون أصبح يساهم في تعميق الشرخ بين المتدينين والعلمانيين في البلاد، حيث إن القانون خلق حواراً مجتمعياً واسعاً حول قيم المواطنة والمساواة، لكنه أيضاً أدى إلى تفاقم الخلافات الثقافية والعقائدية بين المجموعات المختلفة. هذا طبعاً من شأنه أن يغضب العلمانيين وحتى الأحزاب الدينية مثل الصهيونية الدينية، والتي طبعاً يخدمون في الجيش الإسرائيلي. لكن عملياً يعني هناك مصالح اليوم مشتركة للائتلاف الحكومي لكافة الأحزاب التي تشكل هذا الائتلاف من أجل الحفاظ على الحكومة. تم دعم هذا القانون على الرغم من معارضته من قبل عدد من أعضاء الكنيسة من الليكود. في الفترات السابقة كان اليهود المتدينون بعيدون عن التأثير الكبير في الحياة العامة والسياسية في إسرائيل، لكن بعد دخولهم في الحكومات الإسرائيلية وتبوؤ مناصب وزارية تمكنوا من الحصول على قوة سياسية كبيرة وحضور واسع في المجتمع اليهودي. هذا التغيير أدى إلى زيادة مطالب المجتمع العلماني بضرورة مساواة اليهود المتدينين في تحمل الأعباء الأخرى بما في ذلك الخدمة العسكرية. هذا الملف دائما كان ساخنا ومؤثرا وأدى إلى العديد من التشرذمات في المجتمع الإسرائيلي، والسبب في ذلك أنه يمس أهم القضايا المطروحة والجواب على السؤال أي دولة نريد أن نعيش بها. هل نريد أن نعيش بدولة يهودية لاهوتية متدينة أم دولة ليبرالية ديمقراطية علمانية؟ إنقاذ حكومة نتنياهو، هذا ما يراه سياسيون حول قانون التجنيد. فمع كل الأزمات التي عاصفت بالحكومة الإسرائيلية اليمينية، كان لهذا القانون الحصة الأكبر حول سقوط الحكومة من صمودها لفترة إضافية، ليبقى نتنياهو على كرسيه محاولاً بكل قوته السيطرة على باقي المعقدات التي تقف في طريق استمرارية حكومته.